خلونا برضو نطير سريعا الى استاد القاهره الدولي والمؤتمر الصحفي قبل مواجهه منتخب الفراعنه امام الافيال لمنتخب كوت ديفوار. اكيد تصريحات قبل هذا اللقاء، فالى هناك. وهتكون اكبر كمان من اي مره شفتوها قبل كده، انا باكد لكم ده. alors autre question. Je suis Satish Chen, journaliste anglais. Ma question, c'est pour l'entraîneur. Vous avez pris attention que le stade du Caire était vraiment à 100%. Il y avait plein de spectateurs, 70 000 par exemple personnes. Alors, est-ce que vous pensez que maintenant ils supportent l'équipe égyptienne? Et encore, l'équipe égyptienne, ils ont plus de motivation pour gagner, bien sûr, le final. Et pour quand même rendre ces spectateurs très ravis, très satisfaits, surtout si vous vous rappelez, pour le premier équipe égyptienne, ils ont perdu l'ancienne, le camp précédent. Alors, dites-nous, comment vous vous préparez pour, sur le point physique, sur le point psychologique avec vos joueurs? Physiquement, انتوا عارفين كويس جدا ان احنا المرة القادمة هتكون لعبنا 5 ماتشات في اسبوعين، فاكيد على المستوى البدني دي حاجة مهما عملنا مش هنكفي. احنا بنحاول نعالج ده وبنحاول ناخد بالنا من اللاعبين على المستوى البدني ان هم يقدروا يقدموا مجهود اكبر، فاحنا اكيد مش بنعمل على المستوى البدني مجهود خاص للماتش ده. احنا عملنا كده في كل الماتشات. الماتش بتاع بكره هيكون نفسي اكتر وذهني اكتر بالنسبه للانتباه اللي هيكون موجود في الماتش اكتر من بقيه الماتشات اللي لعبناها. اللي انت عايز تعرفه بالنسبه لسؤالك، لازم تكون متاكد انه تاثير الجمهور على مباراه الغد هيكون أثر إيجابي علينا. بدل ما تكون إيجابي للمنتخب المصري هتكون كمان لينا إحنا. إحنا كمان بنحب الجمهور ده جدا وبنحب هذه النوعية من الجماهير، وهتكون حافز كبير جدا جدا لينا. اللاعب الآن لو هتكلم كلاعب محترف، زي ما قلت المرة اللي فاتت، هذه النوعية من المباريات بتكون حافز لينا إحنا، لأنه في مشوارنا الصغير في كرة القدم مع الملاعب إحنا لعبنا هذه النوعية من المباريات قبل كده، وهذه النوعية من المباريات أكيد بالنسبة لنا بتكون مهمة. وأنا شايف أنه مباراة النهائي اللي هتتلعب في مصر أمام المنتخب المنظم بالعكس مش هتسبب لنا أي ضغط، على النقيض تماما، لأن هم عندهم فهم اللي عليهم هيكون الضغط. إحنا جايين أكيد عايزين نكسب وعايزين نتأهل، وده تمام الحمد لله حصل، تأهلنا للألعاب الأولمبية. فدلوقتي إحنا هنلعب زي ما كنا بنلعب كل ماتش زي العادة حتى النهائي، وكمان احنا هنشوف بقى اللي هيحصل خلال ال 90 دقيقة من الماتش النهائي. عندي سؤالين للمدير الفني. السؤال الأول عن الهدف الرئيسي للبطولة دي. ذكرت من الأول إنه التأهل للأولمبياد، وده تمام حصل، تحققت الهدف الأول، فبالتالي بكرة هتلعب بضغط أقل، هتكون متحرر أكتر. ده سؤالي الأول. والسؤال الثاني، إحنا مش بنتكلم لمدير فني أجنبي، كل الثمان فرق اللي كانوا موجودين هنا كل المديرين الفنيين محليين. ليه من رأيك إنه بطولة تحت 23 سنة بتكون تحت مدربين محليين؟ أنا عارف إنه ده طبعا في كوت ديفوار في المدير المنتخب الأول دي حاجة مختلفة. إذا أنت شايف ده إزاي بالنسبة للمنتخبات؟ طيب خليني أبتدي بسؤالك الأول، بسؤالك الثاني عفوا، خليني أبتدي بسؤالك الثاني. خليني أقول إنه في عوامل كتير جدا بتتدخل في إدارة أي مجموعة. لو أنت عندك مديرين فنيين بيتحكموا في لاعبين محترفين بيلعبوا في دوريات بره، أكيد ده هيكون مختلف. انت دلوقتي بتدرب منتخب تحت 23 عام، لازم تكون بتحيطهم، ومعنى ان هم يوصلوا للمرحلة اللي احنا فيها دلوقتي فده اكبر دليل قد ايه ان هم قادرين يحققوا حاجات كتير جدا. فده معناه ان انت
مش هتكون مجبر ان انت تجيب مديرين فنيين اجانب مع على سبيل المثال علشان يقدروا يديروهم بشكل كويس وعلشان يقدروا يتحكموا في اللاعبين ويقودوهم، لانه مش خطأ من اتحاداتنا انه يكون تعيين المديرين الفني محليين او اجانب. الظروف بتختلف وما ينفعش نتجاهل اي ظروف سواء لمنتخب تحت 23 سنة او المنتخب الاول. وبالنسبة للسؤال الاول، احنا اكيد سعداء جدا جدا ان احنا حققنا هدف الأول وإحنا هنينا نفسنا، ولكن عارفين كويس جدا إنه هيكون مهم جدا بالنسبة لنا إنه أولادنا ولاعبينا إن هم يختموا 2019 واسمي أنا كمان، ولأنه أنا والدي وأخويا الأكبر كسب البطولة دي في مصر، ولما رجع البلد كوت ديفوار شفنا استقبلوه إزاي، فأكيد دي هتبقى حاجة مهمة جدا بالنسبة لنا. Alors j'ai une question pour l'entraîneur. Bien sûr, l'équipe égyptienne, c'est parmi les grandes équipes, les équipes plus fortes dans ce championnat. كيف تعامل وهتتعامل ازاي مع الشراسة الهجومية من وجهة افضل اللاعبين في المنتخب المصري؟ سؤال للكابتن، بعد الوصول للأولمبياد هات المباراة القادمة هتلعبوها بإريحية شوية، هيبقى مرفوع من عليكم الضغط ولا لا؟ شكرا. احنا ما نقدرش نتجاهل ابدا كل الأبعاد الهجومية والدفاعية كمان للمنتخب المصري. لاعبين جيدين جدا وإحنا شايفين إن هم قادرين في كل الأوقات إن هم يصنعوا الفارق، ولدينا احترامنا الكامل ليهم، وأنا شايف إن هم يستحقوا الاحترام ده. لكن اللي لازم تعرفوا كويس جدا إنه المنتخب المصري هم كمان عارفين إن إحنا في أي وقت قادرين نسبب لهم الألم، علشان كده خليهم ياخدوا حذرهم كويس جدا ويكونوا حذرين ان هم نعم كسبوا كل المباريات، ولكن طلعوا بالعلامة الكاملة، ياخدوا بالهم من عوامل كتير احنا هنستفيد منها كويس جدا. بالنسبة للسؤال الثاني، حقيقي طبعا ان احنا تأهلنا للألعاب الأولمبية، ولكن المسابقة لم تنتهي بعد، البطولة لازالت مستمرة، وهذه النوعية من المبطولات ما ينفعش انك تفكر في نفسك بس ولا حتى في المنتخب، انت بتفكر في دولة بأكملها وشعب بأكمله بيركز معاك، فاحنا هنلعب الماتش بكل جدية ممكنة، واحنا كمان زي كل بلد موجودة، كل بلد عايزين نكون الشعب يكون فخور بينا، فبكرة هيكون ماتش صعب جدا واحنا هندي كل حاجة لدينا، هنقطع نفسنا بالمصطلح فعلا علشان نخليهم فخورين بينا. ترجمة خلاص؟ نادر عبد الباقي، موقع جريدة النبأ. في البداية طبعا بنقول للكوتش مبروك طبعا تأهل كوت ديفوار للأولمبياد. ثانيا يمكن في سؤال مهم جدا بالنسبة لي، حضرتك هتلعب على واحد زي رمضان صبحي أبرز نجوم منتخب مصر ومصطفى محمد، هتلعب معاهم مان تو مان ولا هتلعب عن طريق البوزيشن حسب التحرك بالنسبة للمراقبة؟ دي حاجة. الحاجة الثانية أسأل الكابتن على جزئية إن الجماهير، أنا ممكن أكون أختلف معاه من وجهة نظري إن الجماهير دي هتبقى عقيد حاجة إيجابية لمنتخب مصر، خاصة إن من البداية كان في حضور جماهيري، هم خلاص اللعيبة خليت على الأجواء، بل بالعكس إن هم كان مدينهم دافع قوي في الماتشات اللي فاتت. شكرا. حسنا، أنا شايف أنا ذكرت ده قبل كده. لو رجعنا أسبوع للوراء كان في إمكانية إنه إحنا يكون عندنا مجموعة قوية جدا. لو هتكلم عن الأفراد، كل فرد مش هيقدر يعبر لوحده، لازم إنه الأفراد يتكاتفوا سويا، ده اللي بيعمله منتخبنا. لو إحنا عندنا
إمكانية أو قدرة إنه منتخبنا بشكل عام والمجموعة كلها في مشكلة في فرد هيأثر على المجموعة ككل. فبالتالي أنا حابب أقول إنه إحنا هنكون متحفزين أكثر من مرة إنه أدائنا يكون أفضل ويفوق كل التوقعات. لو إحنا قادرين إن إحنا نقدم أكثر منهم مرتين أكثر من أفراد المنتخب المصري النتيجة هتكون جيدة جدا بكل تأكيد. اللاعب الآن يتحدث زي ما قلت وزي ما ذكرت انت بتلعب مباراة امام الفريق المنظم، الاستاد هيكون مليان على اخره، واحنا عندنا هذه النوعية من لعب مباراة زي كده قبل كده، دي تالت بطولة لينا، وعلى المستوى الشخصي دي تالت بطولة ليا، وعلى طول كانت بتكون امام الفريق المنظم فالاستاد بيكون على طول مليان زي ما ذكرت. هنكون 11 لاعب امام 11 لاعب، المشجعين هيشجعوا فريقهم، هم اكيد المنتخب هيقدم افضل ما لديه واحنا كمان. فانا ده الجانب اللي انا بتكلم فيه، اللاعبين امام اللاعبين. شكرا. احمد عصام من اليوم السابع. سؤالي للكوتش الاول، في الاول بنبارك لك طبعا ان انت في النهائي، وعايزين نعرف مدرب شاب زيك قدر يوصل لنهائي البطوله زي دي ويلعب على اللقب ويأهل فريقه للاولمبياد مع وجود انباء عن نية دروجبا ان هو يترشح لرئاسه الاتحاد الايفواري لكره القدم، هل ده بيدينا مؤشر ان الكره الايفواريه رايحه في حته تانية جديده؟ وسؤالي لديالو. أنا هقول لك بشكل صريح ومباشر إنه رسالتي تكون كافية ليك. خليني أقول إن اللي أنت قلته عندهم، لو هتكلم على اللاعبين اللي إحنا بنحتضنهم هنا وكمان الاتحاد اللي قادنا هنا، كلنا عندنا دوافع مختلفة. لو في أي حد عايز يتولى أو يترشح لأي منصب، إحنا دلوقتي في اتحاد هو اللي معانا وهو اللي ادانا الوسائل الكافية إنه نوصل باللاعبين دول للنهائي، وإن إحنا كمان نستعد للنهائي. ده الاتحاد اللي موجود دلوقتي، ده إجابتي وأتمنى تكون كافية. فكرت فيها قبل ماتش بكرة وعامل حسابها قدام منتخب مصر صاحب الملعب وقدام الجماهير الكبيرة دي. شكرا. 100% ce que je pensais. Je sais que demain ça va être un match compliqué. انه منتخب بكره هيكون قوي وان المباراه هتكون معقده جدا، لانه مصر هي دوله قويه جدا في تاريخ كره القدم. فاكتر حاجه فكرت بيها انه بكره لازم نركز بنسبه 100% ونعمل كل المجهود الكافي علشان نقدر نعمل حاجه بكره، لانه هو ده اللي هيقدر يقول مجهودنا، هيقدر يحدد هنوصل ولا لا. لو انت ما عملتش مجهود، لو انت ما كنتش مركز، ما تقدرش بعد كده تقول انك تحلم تكسب. فبالتالي سلاحنا بكره هيكون التركيز والمجهود، احنا هنحارب علشان نقدر نحقق حاجه. alors la dernière question s'il vous plaît. عثمان ابراهيم صحفي مصري. سؤال المستر هادر سواليو، البطوله دي شهدت غياب اتنين لعيبه رفضوا التواجد سواء بسبب ناديهم او رغبه شخصيه منهم. دلوقتي في بطولة الأولمبياد في طوكيو متاح ليك تجيب 3 لعيبة من المنتخب الأول ومنتخب الكبير. طيب اللعيبة اللي رفضت تيجي، هل في الإمكان إن هم هيرجعوا ويعودوا ويظهروا في طوكيو، ولا عشان رفضوا يجوا التصفيات أنت هترفض يكونوا متواجدين في الأولمبياد؟ أنا ذكرت قبل كده في مشروع متكامل في اختياراتنا، وكمان مع السيد كمارة إبراهيم من أول 2012 المشروع ده بدأ وتطور في 2014، وكان عندنا تطورات كبيرة من 2012 ل 2014. فكل ال 11 لاعب، حتى اللاعبين اللي استمروا في بلدهم واللي ما تمش اختيارهم حتى أو اللي ما قدروش يجوا بأسباب لانديتهم، مفيش اي لاعب يقدر، مفيش اي لاعب اكرر، مفيش اي لاعب يقدر ان هو يرفض. دايما بيكون فخر وفرحة كبيرة جدا لاي لاعب انه يحمل قميص منتخب بلده. فانا شايف انه اهم حاجة انه الغيابات دي كانت عامل دافع قوي لينا، كانت عامل ايجابي، لان هم قدروا ان هم يقدموا افضل ما لديهم. دي عائلة من اكتر من 40 او 50 لاعب مع بعض،
فكل الموجودين وكل كلهم مش هيعملوا اي حاجه سلبيه، بالعكس ده الوقت اللي هيكون فيه اي حد جدير ان هو يلعب، هينضم لفريق بلده وهيمثل فريق بلده. Madame et Monsieur, juste en vacances, today the training of the Côte d'Ivoire team is at 6 o'clock, 6:30, 18:30. The training at Aerosport Stadium, open 15 minutes to the media, only filming, no interviews. Okay, thank you so much. Merci beaucoup. Thank you, head coach Hydra and goalkeeper. Merci à vous. استاد القاهرة الدولي تابعنا فعاليات المؤتمر الصحفي لمنتخب كوت ديفوار، مديره الفني وكابتن المنتخب قبل مباراتهم امام المنتخب الاولمبي الوطني بساعات قليله، المباراه النهائيه على لقب بطوله ابطال كاس امم افريقيا تحت 23 سنه. التصريحات دايما بتكون مدارس، في نوع من التصريحات اللي انا بكون بتكلم بهدوء وان انا بحسس المنافس ان انا ممكن اكون انا الحلقه الاضعف او انا الطرف الاضعف في هذا اللقاء القادم، ولكن واضح جدا من تصريحات المدير الفني وكابتن فريق منتخب كوت ديفوار ان هم مش ده النهج اللي هم بيمشوا عليه في تصريحاتهم، فالتصريحات كان فيها جرس انذار بشكل ما للمنتخب الوطني الاولمبي، كان فيها بعض التصريحات اللي كانت بتشير ان هم مركزين وان هم حابين يفوزوا باللقاء وبالبطوله ايضا، قال ان ماتش بكره هيكون نفسي وذهني اكتر من هو ماتش فني، قال ان الجمهور تاثيره ايجابي لينا، احنا كمان بنحب النوع ده من الجماهير والنوع ده من المباريات اللي بيكون فيها جمهور متواجد داخل الاستاد، وقال كمان ان هم تواجد الجماهير هيكون حافز ليهم هم ايضا. كابتن الفريق قال احنا لعبنا النوع ده من الماتشات قبل كده وعندنا الخبره بتاعته، واضاف كمان ان الضغط هيكون على المنتخب صاحب الارض، وطبعا في اشاره ان ممكن تكون الارض وعامل الجمهور ضغط علينا، ولكن احنا الحمد لله عن تجربه من اول مباراه لحد وصلنا للمباراه النهائيه عامل الجمهور عمره ما كان ضغط، لان الرجاله ولاعيبه الكوره البروفيشنال عمر ما الجماهير وتواجدهم داخل الاستاد بيكون عامل ضغط عليهم. كمان المدير الفني قال احنا ما نقدرش نتجاهل القدرات الهجوميه والدفاعيه اللي عند منتخب مصر الأولمبي، وقال كمان ان هم بيحترمونا بشكل كبير جدا وان احنا نستحق هذا الاحترام، ولكن على الصعيد الاخر قال كمان ان المنتخب المصري لازم يعمل حساب وحساب كبير لمنتخب كوت ديفوار. كابتن الفريق قال ان مصر قويه جدا في تاريخ كره القدم الافريقيه، فلازم نكون منركز ومنركز جدا، والسلاح بالنسبه لهم هو التركيز والمجهود ان هم يحاربوا داخل المستطيل الاخضر على مدار المباراه علشان يقدروا يحققوا انجاز. اما عن الغيابات اللي كانت بتلحق في منتخب كوت ديفوار واللاعبين اللي ممكن كانوا رافضين ان هم يشاركوا مع المنتخب سواء من انديتهم او سواء رغبه منهم، هم مش مقتنعين بالماتشات الافريقيه، ولكن بيبقى الهدف كان كبير جدا وهو التاهل لطوكيو 2020. قال احترام التيشيرت، واي لاعب يتشرف ان هو يكون بيلبس تيشيرت منتخب بلاده، ودي حقيقه
مش بيسعى او مش عارف قيمه تيشرت منتخب بلده، ده اصلا ما يكونش يستحق ان الجهاز الفني يكون بيسعى للحصول على خدماته. تصريحات من نوع مختلف تابعناها، فيها قوه وفيها شراسه وفيها هجوم كده، وبيحاول يشير الى ان هم مش قلقانين ومش خايفين وعارفين قيمه منتخب مصر، ولكن مع ذلك هم مؤمنين جدا ان هم يقدروا يحققوا حاجه.